مش عارف ابدا مشوارنا منين، مشوار طويل قوي، وبعض الناس ما تعرفش الاستاذ ابراهيم بدا منين. لو اتكلم عن انت بدات طفولتك فين؟ انا اصلا يعني اسرتي وجدودي وكده محافظه الشرقيه. نعم. انما والدي كان بيشتغل في الخاصه الملكيه الله يرحمه، فكان بينتقل من مكان لمكان يعني، كان جوالة يعني انت معاه في اي حته طبعا هروح فين يعني مع العفش يعني. فانا اتولدت في تاير بارود في البحيره. في البحيره. طفولتي بقى يعني وشبابي في القناطر الخيريه، في لتفتيش اوقاف القناطر الخيريه جنب القناطر 2 كيلو بالظبط، لغايه ما الثانويه عامه خدتها من هناك. كنت رايح عين شمس، زراعه عين شمس والمعهد، بس انا حبيت معهد التربيه. حبيت معهد التربيه. طبعا. انت لقيت نفسك في معهد التربيه؟ طبعا. طب اخترته ليه عن اي كليه تانية؟ لا انا اخترته لان انا بطبيعه الحال المناخ كان سعيد معها، كان دخلي وكان الرياضه وفكره الرياضه يعني حاجه بتبقى انت محتاج. نعم. ده وانك عايز تمارس ده وتعيش الجو ده حقيقه يعني. والفتره الاربع سنين بتوع المعهد كان نظام اللي كان فيه والحاجات في الفتره دي، كان المعهد كانت دفعتنا 200 وكانت اكبر دفعه. لا وكان بمثابه كليه يعني ساعتها بقى كان استاذ فرحات مرزوق رحمه الله عليه. رحمه الله عليه. وكان يعني ساعتها طقم المعيدين اللي هم بعد كده اللي هم يعني الدكتور فاروق عبد الوهاب والدكتور خيري عويس كان يعني والدكتور سليمان حجر والدكتور كمال درويش، كل دول كلهم اساتذتنا في الكليه. في الجامعه. فيعني انه ما حبيت الجو، انا حابب ده كان حابب الرياضه ومناخ الرياضه والجو ده. طلعت من التربيه الرياضيه في يناير، في يونيو 67 في 9 يناير 68 كنت في القوات المسلحه. انا القوات المسلحه ده خليها على جنب كده، دي صفحه لوحدها كبيره قوي. اثناء دخولك كليه التربيه الرياضيه، لما انت فكرت تخش كليه التربيه الرياضيه، ايه اللعبه اللي انت حبيتها وكنت عاوز يعني توصل فيها الى ابعد مدى؟ احنا في التفتيش الاوقاف ده او عزبه الوقف دي او المكان اللي كنت فيه ده ببعد عن القاهره حوالي 21 كيلو قناطر. وانا والجيل اللي كان معايا في ساعتها طبيعه الحال كله كنا بنلعب كوره، ان هي دي الحاجه الوحيده تقدر تلعبها كوره. الشراب يعني كنت لعيب كوره شراب كويس؟ كويس. انا كان مفروض ان انا اروح في اي اختبارات، ما كانش بنظام الاختبارات زي دلوقتي، انما كان كشافين. بس كانت فكره لان احنا كنا عشان ننزل كنا من القناطر للقاهره، دي مصر، انت ما تقولش القاهره، انت بتقول رايح مصر. يعني انت رايح في حته تانية خالص، فده موضوع تاني، تاخد فيزا فرفض. شكلا وموضوعا يعني. ده موضوع شكلا وموضوعا، ما فيش ده. فاكتفينا بانك تلعب الكوره في المدرسه. انت كنت شايفها صعب في المدرسه؟ انا بالنسبه لي كان نفسي اعمل ده. انما بالنسبه لوالدي وبتاع، لا كانت مساله ثانيه خالص. وما فيش هناك، انت كان في وان واي ساعتها. نعم. يعني في تعليمات بتتقال بتسمع، ما فيش يعني. انت لعبت كوره في المدرسه وفريق المدرسه وكده يعني، خدت بالك؟ انت في كتاباتك وفي برامجك اللي انت عملتها باستمرار بتتكلم عن الزمن الجميل وعن مصر، بتدخل مصر في كل جمله، وده شيء عظيم، وده يمكن اللي خلى الاستاذ ابراهيم حجازي يدخل في اذهان الناس بسرعه. شوارعنا في الفتره دي كانت عامله ايه يا استاذ ابراهيم؟ كانت ازاي؟ الناس كانت عامله ايه مع بعض؟ شوف يا كابتن مصطفى، هو الشعب المصري، دعنا نتفق على شويه اساسيات. لا. الاول بس ارجع لخطوه لورا، مصر يعني انا مش عشان انا مصري، بس انا بتكلم ان مصر حاجه واي بلد في العالم حاجه تانية. ناس كتير طبعا من اللي هيسمعني هيقول لي اهو بقى كلام. لا انا بتفق معاك، كلنا بنتفق معاك، احنا مصريين. وانا هحكي لك ليه يعني. اتفضل. هحكي لك ليه. اولا الشعب ده اللي هو البسيط جدا، اللي انت لما تشوفه تقول ده مش واخد باله، ده نايم على نفسه. لا هو لا نايم ولا حاجه، ده شعب عبقري. ومالوش زي. نعم. عايز تعرف عبقريه الشعب المصري ده؟ هو في التاريخ حاجات كتيره جدا، انما خلينا في التاريخ القريب او القريب البعيد مننا. يعني الفتره بتاعت الحرب دي، حرب 67. تعال شوف الشعب المصري وعظمه الشعب المصري وعبقريه الشعب المصري في حرب 73. وقت ما حصل النكسه، الهزيمه بقى. فالشعب حس بده. اول حاجه عملها الشعب ايه؟ انه ما كانت الخناقه كلهم عايزين يزيحوا عبد الناصر، عايزين يخلصوا من عبد الناصر يعني. الحدوت من اولها لاخرها
في الفترة كلها من ساعة 52 أو من 54 كده وبقت القضايا كده. إنما الشعب المصري أول حاجة عملها في 9 و10 يونيو نزل عشان يأيدوا، عشان أنت عندك هزيمة خلاص أنت إحنا معاك ووراك لغاية من شيء الحقيقة. أول حاجة كان في وعي شديد جدا إن يتعمل ده، ومحدش قال للناس انزلوا. لا حقيقة أصل ما شوف يا كابتن مصطفى، لما ينزل ناس في الشارع زي ما حصل في 30 يونيو كده، أما ينزل كان الوقت ده 30 مليون، أما ينزل عدد كبير جدا أيامها أيام 19 يونيو ده كده، كل زمن والوقت بتاعه، مفيش كل زمن، بس ما حدش بيقدر يعمل ده. إنما بيبقى في وقت من الأوقات، لأن البلد دي عشان بلد ربنا أكرمها بحاجة ما اداهاش لأي حتة تانية في العالم. الحقيقة معاك، ربنا يديم علينا، ربنا سبحانه وتعالى طلب نوره العظيم وصوته العظيم على مصر. نعم، هذا التشريف وهذا التكريم لم تحظى به بقعة أرض في العالم. الحمد لله. الأرض ديت اللي ربنا أكرمها ديت هي آمنة بأمر ربها قولا واحدا، وهي محفوظة بأمر ربها. عشان تحفظ حاجة بأمر ربها لازم يبقى السر يروح لشعبها. طبعا. فالشعب ده بقى عنده، ما حدش يعرف شيفرة الشعب المصري، ما حدش يعرف الكتالوج بتاعه، ما حدش يقدر يعرف أهلاوي. لا 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 لا، ما فيش حد هيعرف. ملوش كتالوج. تعال بقى شوف وقفة الشعب المصري يا كابتن مصطفى في 30 يونيو. لا بقى من 67 68 69 و70 حرب الاستنزاف. الفترة دي الشعب ده بقى كان زي ما بيقولوا يحرم عليه أي حاجة عشان مصر. عشان طبعا. في الفترة دي يا كابتن مصطفى كان ما فيش حاجة اسمها سوبر ماركت دي، يعني لا 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 ولا لا كان في البقال القديم العادي ده، انما كل ما تحتاجه اي اسرة موجود في الجمعيات الاستهلاكية، واللي موجود في الجمعيات الاستهلاكية تقف، ممكن تقف في الطابور ساعتين والزيت خلص. طب ما في معظم الدول على كده هتمشي راضي ومرضي يعني. انت ما تتبرمش ان الشعب كده. الشعب لما تشوف كان الستات البساط وهي بتقول عليه حلقه، هو ليه بتاع سلك كده دهب يعني كده كله على بعضه ما يجيبش 5 جنيه يعني 3 جنيه حتى. صح. ازاي تتبرع ده للمجهود الحربي؟ ده رمز لشيء، بيقول لك ده يبين لك كرامه هذا الشعب. انا معاك.